الجولة الأولى أمام نساجي الإيراني وخسر بهدفين مقابل لا شيء، ثم خسر مرة أخرى من أمام نافاهور الأوزبكي بثلاثية نظيفة، ثم بعد ذلك بسداسية من أمام الهلال في الجولة الثالثة، لأن يكون في ذيل المجموعة الرابعة من دون رصيد من راهول بيكي. والهلال خطيرة، كرة أمامية وفرصة، وفرصة خطيرة جدا لمصلحة غريغ ستون كبير، وعرضية حاضرة خطيرة أمام المرمى والرأسية، وحكم المباراة يشير إلى صافرة موجودة وخطأ لمصلحة. يريد أن يقدم مباراة لاعبي الهلال في الأمام الآن، طويلة من كنو. عندنا كرة خطيرة وفرصة صعبة، صعبة لدياز، صعبة لبيريرا، خطير الأرجنتيني، والكرة خطأ وأبعد الكرة قبل أن يصل الأولى. هنا كرة أمامية وفرصة خطيرة، خطيرة خطيرة، وفرصة ثمينة هلالية. لكن يعني أبرز الغيابات، ولا يعني غياب مر سالم وتقدم في كرة وتصويبة، اصطدمت كرة سالم وراحت إلى خارج أرضية، وخطيرة تتهيأ لتومبوكتي. متتالية بينية جميلة من جانب سالم، ضربة زاوية هلالية تلعب عرضية وراسية، وكرة تضيع، كرة تضيع أمام المرمى يا مالكم. كوليبالي ينقل كرة إلى سالم الدوسري، جايل يتقدم الآن الهلال، وتمريرة يعيدها لكنو، التصويبة من كنو، قوية قدم كنو، والله قدمك قوية كنو، فقط بعد رأسية وصلت في هذا المكان، حكم يمر حسان، ثم تقطع الكرة وحكم المباراة يعطي مخالفة على تومبوكتي. مالكم شوف الهلال في هذه المساحات، سل عند مين، تغطية والتصويب، جميلة جميلة جميلة، فنان فنان على الطاير، على الطاير روبن نيفز حط الكرة، تعود عند البريك، عرضية البريك بعيدة عن آسيا، عندما هنا كرة أمامية أيضا، لو فاز بالنتيجة سيقترب من الاتحاد، لكن عند خطأ لمصلحة الهلال، تلعب عرضية ومحاولة من كل أكثر، أكيد سيكون مرتاح أكثر لأن سيلعب في أوزبكستان الجولة المقبلة، لأن يعيدها لمالكم، تصويبات مالكم، ولكن عرضية من جانب نيفز، وكرة خطيرة، المرور والتقدم جميلة، وعرضية رائعة من جانب ميشيل، رائعة من جانب ميشيل، راوغ البريك بالقدم اليسرى، ثم التصويبة، ثم الآن يريد أن يلعب كرة تصويبة مباشرة، يمرر كرة، محاولة لمومبي، تمريرة، شوف الكنترول، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على لقطة مترو مع سالم، يتحرك، وعندنا كرة رأسية من جانب ميشا، خطير تغطية والتصويبة بعيدة جدا. الآن عند ميشايل يحاول البرازيلي، والتغطية موجودة عليه، قطعت الكرة من أمامه، قطعت من أمامه، والعرضية حاضرة، كوليبالي ميشايل، وعرضية وفرصة لسالم، لكن انطلاقة سريعة وستيوارت في كرة خطيرة جدا، لكن إلى خارج أرضية الملعب. الآن من الممكن أيضا في الشوط الثاني يتكرر السري، الآن يحاول المرور والتقدم في كرة من أمام فان نيف، لكن طالت على سالم، بعد ذلك يجد نفسه في كرة خطيرة وفرصة لبيريرا دياز، لكن الحكم يرفع الراية، أيضا يرفع الراية، خديد يحاول أن يتقدم إلى الأمام، سالم الآن يحاول مهارة الفردية مطلوبة، لكن الكرة تطول وتت شانكتي، خطير شانكتي، وبن نيفز يحاول تغطية موجودة، ينجح في إبعاد الكرة، وصلت لمترو، وحكم المباراة يعطي بطاقة صفراء، وخطأ لمصلحة أن يتقدم فيها الهلال، هنا كرة فيها محمد ميشيل يحاول الآن مروة، مرة الكرة خطيرة، وكرة خطيرة أمام المرمى، غير معقول، كيف تضيع مثل هذه الكرة، كيف تمر هذه، لكن مومباي سيتي الآن في المحاولة للهلال، محاولة مرور وتقدم إلى الأمام،
وخطا لمصلحة روبن، خطا لروبن نيفز وبطاقة صفراء على راهول على مهتاب. على مهتاب تلعب الكرة العرضية، انتظر والعرضية ممتازة وكرة جميلة جميلة جميلة، ومن جانب نيفز هي جميلة، وسعود عبد الحميد في كرة بهذه الطريقة، والعرضية حاضرة الآن. حمدان في احتياطي الهلال، عند ركوع الله، يا سلام يا سلام على ميشيل، من النادر أن يسجل بالرأس البرازيلي مش هدف الهلال الأول. 1-0 عندنا كرة لسالم، صراعهم بيكون على الصد، وعرضية البريك وراسية سعود لكنها إلى خارج أرضية ملعب، العرضية والكرة على رأس سعود عبد الحميد، مرة وراسية أمين وتصويبة جميلة جميلة، ومحاولة وتصويبة من روبن، تمريرة لمترو من لمسة وتصويبة من جانب ميشيل لكنها مرت، أراد أن يصوب مباركة، استطاع الهلال أن يسجل. ممتازة لمترو، تصويبة جميلة من جانب الصربي لكنها سليمة على مرمى لاتشيمبا، سالم الدوسري ولكنها ما زالت هلالية، ومترو في لقطة أراد أن يعمل فيها، حاول تمريرة بينية وعرضية حاضرة، ميشيل عرضية ينجح في ذلك، يمرر لناصر وعرضية ممتازة، وميتروفيتش على غير العادة على غير العادة، مترو على غير العادة، الكرة تهيل، يمرر تمريرة الرد لم تكن فرصة، وفرصة غير معقول غير معقولة يا ناصر، لم تكن تحتاج القوة، لم تكن تحتاج القوة، وابدأ فرصة لمالكم، تصويبة من مالكم، مالكم عرضية مالكم، مترو 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 يسجل هدف الهلال الثاني، لابد أن يسجل الصربي لكنو للشهراني، العرضية من سعود عبد الحميد بعيدة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصينا على صلة الرحم لما لها من أهمية كبيرة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يدخل الجنة قاطع رحمه. نتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونصل أرحامنا، لو حتى بمكالمة تليفونية أو بزيارة، صلة الرحم سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الإنسان لو عايز البركة في العمر ويعيش كتير جدا سنوات عديدة يصل الرحم، الإنسان لو عايز الرزق اليسير والبركة في الرزق والبركة في حياته فليصل رحمه. أوصي نفسي وإياكم بصلاة الرحم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.